أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. أجواء جميلة قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. بداية أحداث اللقاء، نيمار، كوتينهو، اللاعب نيمار، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للفرنسيين. كريستيانو رونالدو، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. فان دايك يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كريستيانو رونالدو يرسلها داخل 18، خطأ فادح. فان دايك، نيمار، محمد صلاح، كرة على الجانب، عرض أجويرو، كرة في المرمى، جول. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يبحث عن المهاجم. فان دايك تحت ضغط بدني كبير. كريستيانو رونالدو تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية طويلة، قراءة ممتازة من الدفاع. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كريستيانو رونالدو يلعب كرة بينية، يفقد توازنه، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. كرة طويلة للأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق. أجويرو نجحوا في تخليص كل الكرات. هندرسون يستعيد الكرة بسرعة، يحاول أن يلعب كرة بينية. بالتأكيد هذا الخطأ يورط الفريق. كرة طولية من الحارس، وستكون هنا رمية تماس. يحصل عليها كريستيانو رونالدو، يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة تمر بسلام على المدافعين. أجويرو وينجح في استعادة، لديهم الفرصة مرة أخرى. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كريستيانو رونالدو يتدخل ويقطع الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة، ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام. كرة إلى الأمام، كريستيانو رونالدو
تغيير اللاعب على الأجناب. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. فرص كريستيانو رونالدو. هندرسون. كرة طولية إلى الأمام. كريستيانو رونالدو. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كريستيانو رونالدو. الكرة ملعوبة من مسافة. كريستيانو رونالدو. هندرسون يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يستعيدها كريستيانو رونالدو. أغويرو لمسة بينية. يمر يلعب كرة بين محمد صلاح. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يلعبها لمنطقة الخطر. نيمار يحاول تمريرها من بين المدافعين. يستعيد الكرة سريعا. وهذه رمية جانبية. ينجح في تمريرها إلى جوردي ألبا. كريستيانو رونالدو. جماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم، هدف مقابل لا شيء الآن. ليونيل ميسي. هندرسون. ميسي يلعبها على اليمين. محمد صلاح في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. كريستيانو رونالدو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. لمسة بينية. يلعب كرة بينية. تمريرة. أغويرو. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ ميسي في موقع التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. نيمار. الكرة في المرمى. جول. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كرة عرضية للقائم الثاني. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة.
كريستيانو رونالدو إلى خارج المرمى. هندرسون يبحث عن المهاجم، الكرة ملعوبة من مسافة، يحصل عليها سيرخيو راموس. محمد صلاح يحاول اختراق الدفاع بمهارته العالية بإمكانياته الهائلة. كرة ممتازة، فرصة أجويرو. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. يمر يلعب كرة بينية يا أجويرو. الله يا ولد، هدف غير عادي. ايش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. تمهل، تأني في الكرة، وبعد ذلك أجمل النهاية. سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. لمسة بينية، كريستيانو رونالدو. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كريستيانو رونالدو وينجح في تسجيل الهدف. فان دايك، محمد صلاح. محمد صلاح يحاول بكرة من ناحية الركنية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يلعب هذا أجويرو. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. كريستيانو رونالدو يسيطر على الكرة. بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. يحاول تمريرها من بين المدافعين. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. كرة طولية من الحارس. يحاول أن يلعب كرة بينية. الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. كرة ملعوبة إلى ميسي. محمد صلاح، كرة باتجاه المرمى. الله مروان ينجح في التسجيل بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل.
التحرك بقوة هائلة. كريستيانو رونالدو، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، إمكانية مرتدة الآن. كرة تمر من الجميع، أمام فرصة للتسجيل. ليونيل ميسي، والكرة في اتجاه المرمى، جول. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. كريستيانو رونالدو تلعب الكرة إلى الأمام. كريستيانو رونالدو، نيمار، لمسة بينية، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، تمريرة جميلة، كرة لا تصدق، كوتينهو، الكرة داخل الشباك. كبيرة وشجاعة أمام المرمى، هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة، لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. كرة طولية في المساحة الخالية، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. كرة طويلة للأمام، محمد صلاح يلعب، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعب كرة لكن تصطدم في الحائط، أخطاء كارثية، شوارع أمام اللاعب. كريستيانو رونالدو، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. ننطلق مع بداية الشوط الثاني. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كريستيانو رونالدو، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. محمد صلاح، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. مرت الكرة بشكل جميل. هندرسون، فان دايك يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يستعيدها كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. كرة طولية إلى الأمام، سيرخيو راموس، فان دايك يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو، فان دايك، سيرخيو راموس، سيرخيو راموس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كريستيانو رونالدو، كرة إلى الأمام،
نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، يلعبوها للأمام بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة كريستيانو رونالدو، إبعاد رائع من الحارس. هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواني بسيطة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. كريستيانو رونالدو الآن إمكانية المرتدة، قد تكون هذه فرصته، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. هندرسون يحاول تمريرها من بين المدافعين، كريستيانو رونالدو، كرة طويلة للأمام، محمد صلاح، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم، ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. الكرة توضع في أفضل مكان، عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. الكرة ملعوبة إلى، يحتسب الحكم ركلة حرة، لا يمكنه، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، ضاعت الكرة في الأخير إلى جانب المرمى. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو أبعدوها، يحصل عليها هندرسون، ينطلق إلى الأمام بسرعة، كريستيانو رونالدو، لمسة بينية، كريستيانو رونالدو، والكرة كريستيانو رونالدو، تلعب الكرة إلى الأمام، لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام، يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول تمريرها من كوتينهو، تسديدة بعيدة عن المرمى، واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كريستيانو رونالدو، دانييل لوب، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يبحث عن المهاجم، كريستيانو رونالدو، كرة طولية إلى الأمام، كوتينهو، تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة،
فرصة هجوم معاكس، يحاول أن يلعب كرة بينية. محمد صلاح، خلص الكرة ونجح في إبعادها. محمد صلاح يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريستيانو رونالدو يمر يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية كريستيانو رونالدو. جاءت بعيدة، انحرفت تقريبا إلى جهة اليمين، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. كريستيانو رونالدو والكرة راية بعد ذلك وتسلل. لمسة بينية، جورديا أغويرو، فرصة خطيرة من لعبة جميلة جدا من الطرف. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. يلعب كرة طويلة، الآن فرصتهم للمرتدة. كريستيانو رونالدو أفقد الخصم التركيز، التوازن، هجمة مرتدة الآن، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، يحاول أن يلعب كرة بينية. كريستيانو رونالدو، إمكانية مرتدة الآن، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة، موجود إبعاد الكرة. كوتينهو، الله، لعبة في منتهى الروعة، هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. كريستيانو رونالدو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كريستيانو رونالدو يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم، والتسديد. أغويرو، والآن الكرة ملعوبة للأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كريستيانو رونالدو، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. أغويرو يحاول أن يلعب كرة بينية، يمر يلعب كرة بينية، إبعاد ناجح للكرة. كريستيانو رونالدو تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يتواصل اللاعب برمية تماس، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. تغييرين دفعة واحدة. كريستيانو رونالدو، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كريستيانو رونالدو، لمسة بينية، واضح المعاناة في التمرير، كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه.
يستعيدها دانيل لوب، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحاول يسد محمد صلاح، وضعت الكرة بعيدة جدا إلى وعلى جانب القائم الأيسر. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركنية. كريستيانو رونالدو يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. محاولة من جهة اليسار، يلعبها لمنطقة الخطر. كريستيانو رونالدو، جوردي ألبا على تنفيذ الخطأ، ينجح في تمرير هائل. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ينطلق بمجهود فردي. نيمار، يلعب كرة بينية، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. كريستيانو رونالدو يبعد الكرة عن مناطقه. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، كوتينهو، محمد صلاح، كرة خطيرة أمامه، نيمار. تسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لكن أيضا لم تشكل خطورة كبيرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كريستيانو رونالدو يحاول تمريرها من بين المدافعين. كريستيانو رونالدو، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة من جهة اليمين، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل كريست، والكرة في الشباك، جول. عرضية جميلة، رأسية أجمل. يستمر اللعب ثانية ولكن من الواضح أنهم لم يستسلموا بعد. يلعبها لمنطقة الخطر، كرة إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة.